بس انت دلوقتي قلت لقاء انك ما بتحبيش الاجزاء الكتير، بس لو رجعنا برضو ورا شوية راجل وست ستات ما ينفعش بقى معنا اللقاء في, في الاستوديو ما نسألهاش على راجل وست ستات، فده اجزاء كتير جدا مش كتير عادي. فحكينا برضو عن التجربة دي، شايفة ان فكرة الاجزاء الكتيرة دي فادتك ولا ضرتك؟ لا 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 ضرتني جدا. ضرتني جدا. انت شايله ضرتك؟ ايوه طبعا. بص انا بحب راجل وستي، انا مفيش حاجه بعملها ما بحبهاش، ده بيبقى جزء مني يعني يعني البيبي بتاعي يعني. فانا بحب راجل وست ستات، بس هو كان في لحظه معينه انا ما كانش المفروض اكمل. الله يرحمه بقى ممدوح العليم قال لي انت خدتي وش القفص اجري خلاص، انت خدتي النجاح ما تفضلش بقى تعصر في النجاح ده وتفعص في النجاح ده، وفاهم اللي بيحصل انه انت بتفضل تنجح قدام الناس بس بتخسر بقى ان الناس بتفضل فاكره لك ده بس. يعني انا مثلا اي حد راجل وست ستات، اي انت مش فاكر سميحه، انت مش فاكر مثلا نعمات، انت مش فاكر كل الشخصيات، انت بس لقاء بتاعت راجل وست ستات. لا فانت تلاقي نفسك لحظه انت خسرت، انت خسرت ان في ادوار اتدايست بالرجلين علشان رانيا 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 رانيا. لا شويه بقى بوز يا جماعه، على فكره انا مش رانيا، في شخصيات ثانيه كتير اتدرستي في حته هي دي النقطه بقى. ان انت للاسف بتفضل مكمل فيها، الناس بتتعلق من كتر ما بتحب الشخصيه بتتعلق فيها، فبتفضل فاكره ده شويه كتير وتنسى بقى كل الحاجات التانية، فبتتضر طبعا، في ضرر حاصل يعني. طب لو اتعرض عليكي تاني تشتركي في سيت كوم هتوافقي ولا لا؟ لا مفيش قولا واحدا خلاص كده، خلاص بقى كفايه كده راجل وست ستات حلوين قوي. وكان قبلها في شباب اونلاين طبعا، كان قبلها خد فتره برضو طويله لا مش الدرجات دي، كنا ايه كنا لا بس كان حاجه كان جديد برضو من نوعه، كان حلقات واقل يعني كان 15 في 15 فانت بتتكلمي في 30 فولا حاجه يعني وكنا صغيرين ولوزاز فكان مختلف بس يعني. ما تعيديش التجربه دي تاني يعني، مش متاكده قوي بس ما اعتقدش ان انا عايزه اعمل سيت كوم انيمور خلاص. بس حابه تروحي بقى ناحيه السينما شويه؟ طبعا انت ليكي طبعا اعمال في السينما. انا بالنسبه لي مثلا عسكر في المعسكر ده من احد الافلام اللي لو شفتها على التلفزيون ما اقلبهاش. بالظبط كده تسعدي يعني، كان في ادوار كتير جدا انت عملتيها اثرت جدا في السينما، بس انت بعدتي شويه عن السينما مركزه برضو في الدراما بعض الشيء. ناويه الفتره اللي جايه ان شاء الله تباني بقى في السينما زي الاول كده؟ اكيد في حاجه يعني. بعد الزوجه الرابعه جالي سينما كتير بس انا ما كنتش عايزه اعمل برضو. اللي حصل انه بعد الزوجه الرابعه الناس كانت عايزه سميحه في السينما، فانا قلت لا يعني انا عايزه اعمل حاجه تانية برضو. مش معقوله هتفضل يعني، في ناس بتقول لك طب وايه المشكله، مش نفس سميحه بس شخصيات تانية شبه سميحه. مش عايزه احط نفسي انا عملت الشخصيه دي وشبعت خلاص، انا عايزه اغير شخصيات. فاكيد طبعا لو جالي افلام في ادوار مهمه وادوار مؤثره في المجتمع هتبقى حاجه لطيفه قوي. واحنا كده كده وانا ومرنا برضو بنحضر سيناريو فيلم عايزين نعمله للمهرجانات وكده برضو، عن مشاكل الستات وكده في مصر في حتت بقى ايوه نخش بقى في الغميق بقى.